خير. حابه النهارده اشرح معاكم ازايز اللي نازله بالشكل والديزاين الجديد اللي هما 500 مللي نازلين باللونين دول. الازازه دي انسيابيه، بسهوله قوي تدخل معايا في شنطه الايد، مش بتاخد حجم. كمان فيها ميزه انه هي ليها زي الهوك ده من ورا، الهوك ده اقدر احط فيه اي ستراب او اي شريط، كمان بالذات لو انا بعمل رياضه وعايزه اربطها بايدي، ما بقاش يعني بعمل رياضه بسهوله قوي فاقدر اربطها في الستراب بتاع الايد. دي ميزه موجوده في الازاز 500 مللي. كمان في ميزه حلوه قوي قوي موجوده فيها اللي هو حجم البق بتاعها، حجم الفتحه بتاعتها، حجمها كبير قوي يسمح ان انا استخدم معاها قوالب التلج، يعني حجم قالب التلج هيدخل فيها بسهوله، فبالتالي ده هيخليني اقدر انه انا مثلا وانا خارجه احافظ على الحاجه ساقعه بان انا احط فيها قوالب التلج، لان احنا زي ما عارفين ازايز تابر وير مش بينفع ان انا احطها في الفريزر، فانا كده هقدر بان انا احط قوالب تلج كبيره فيها انه استخدمها وتفضل ساقعه معايا وقت طويل. كمان بتاخد معايا اذا احط الديتكس اللي هو احط خضار فاكهه برضو لان بقها كبير، هيستحمل ان انا احط فيها كده. كمان عايزه اقول معلومه انه الاغطيه بتاعه الازازه دي نفس حجم اللتر ونص، فلو عندي ازازه لتر ونص اللي هي الغطا مش ايزي كاب هيكون اقدر احط الغطا ده بيركب عليها لو في اوقات انا حابه انها تكون ايزي كاب. اوكي، ديزاين جديد من تابر وير. شكرا تابر وير.